شلونكم؟ ايش اخباركم؟ هلا بحبايب شيماء وين ما كانوا. فيديو اليوم هو تحدي مكافأة وعقاب. شفت كثير يعني رائج في الانترنت وانتوا طلبتوا منا انه نسوي هذا الفيديو، فقلت ليش ما نسوي رغم انه راح اكل. الله، اللي ما عارف الفيديو خلوني اشرح لكم شو هو الفيديو. الفيديو يا جماعه هو عباره عن اكل حلو. جبنا 5 شغلات حلوين: كولا، بسكوت، يوغورت او ياغورت، جبن وخوخ. تمام، هالكاسه للكولا. يو جات مي. وجبنا هذه معالق، هالمعالق مشان ناكل. وجبنا الشغلات يعني اللي بشعه الخردل، الشطه الحاره، البن او القهوه، القرفة، واكفى شيء بالحياة اللي بس بشم هلا ريحته هو التوم. اللي هو التوم موجود هون. وشو رح نسوي؟ رح نستخدم عجلة الحظ. هو عجلة الحظ ما لقيناها هون في اكادير، رحنا على الاسواق دورنا عليها، بتكون هي كبيرة ونحطها بس ما لقيناها، فرح نضطر انه نسويها عجلة الحظ بالموبايل اللي موجودة بالموبايل. ويب نشوف مين اللي حظه يعني زفت ومنحوس راح ياكل اكثر شغلات من الدوام. هذا هو التحدي، اتمنى انه نال اعجابكم. صار لي زمان ما عملت فيديو مع امل، والحلو في الموضوع انه كمان في فيديو قناه امل عملنا شغله كمان تحدي بعجله الحظ، الرابط بصندوق الوصف روحوا شوفوه. وقبل لا تبلشوا هذا الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناه وفعلوا الاشعار الجرس ليصلكم اي جديد نزلته شيماء على قناتها، وضيفوها على الانستغرام والسناب شات وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. فنحن بنحبكم وخلونا نكمل التحدي او نبلش التحدي. يلا سو راح نبلش هلا. كتبنا الاسماء، كتبنا كل شيء، الاسماء اللي موجوده هون، وراح نبلش بس نعمل حجر ورق مقص يعني عشان نعرف مين نبلش. اوكي راح نعمل حجر ورق مقص عشان نعرف مين راح يلف. انا حدي زفت بحجر ورق مقص. حجر ورق مقص، حجر ورق مقص، حجر ورق مقص، حجر ورق مقص. انا الاولى على ايه؟ على شو فرحانه؟ ممكن يجيني توم. يا رب يجيها توم ما يجيني انا. بسم الله. تيرن 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 تيرن، شو راح يجيني؟ يا الله. لا استني 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 استني، هلا خوخ خوخ خوخ. احمدك يا الله، شفت شلون؟ خوخ اول شيء لازم نشيله، يعني نشيله من اللائحه. وراح اكل الخوخ واستمتع برقائق الخوخ. هذا هو الخوخ يا جماعة. لما رحت من كل أعماق قلبي إنه زيتون. يا لهوي. راح الخوخ. دورك. والله دوري بشقلب شقلوبة شقلوبة. إن شاء الله يجيكي توم ان شاء الله عشان يروح التوم. على فكره ما لازم نشرب مي ابدا، ممنوع المي. بن يا الله. البن 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 البن. عصبت يا جماعه، والله عيب. انا انسحب، ما بدي اكمل التحدي. لكن حلو في الموضوع انه ما في مي. ملعقة يعني. ثواني ثواني ورجيهم ملعقة. ما هي مشكلة، ما هي مشكلة. روحي جيبي، روحي جيبي المحارم، روحي جيبي المحارم. ماما راح تاكلنا اليوم. كات. هاي هي الملعقة. كلي لأنه ما بدنا إنه كلي كلي، ما بدنا إنه نعمر المكان. نعمر هاي المغربية. Not my business. ايه على البن، صرنا كلنا بن. ها كلي. حلو، لذيذ جدا صح؟ والله لذيذ يا جماعة، لذيذ لذيذ لذيذ، فيه فيتامينات. ما شاء الله. الله راح كمل. لا بس من الموضوع لجاني بعدين. توم خلاص كملنا. بسم الله بسم الله بسم الله. ان شاء الله تكون شي شغلة حلوة. يا جماعة رح نموت. خردل. صابني بشلل شلل
شلل شلل شلل. لازم نمسح الخرب الأول شيء. يلا تفضلي يا أختي الجميلة. أوخ والله بكره إشي اسمه البن. أنا ليش حطيت البن؟ ليش؟ شو بدي أسوي لك؟ نو صحة. ثواني أنا إيوو ريحته بتشهي والله. شو بتشهي؟ والله ما بتشهي يا سماعة حار. صحة وهنا. حلو؟ حار صح؟ حار حار. حاسة إنه عادي. لا؟ لا حار حرم إنه ما تمضغته كتير على السريع بلعته. لا لا كملي دوري هسا. وماي فريكينج لسه سبع مكونات. بليز بليز بدي اياه هورت. انا بدي يجيني اياه هورت. بليز بليز. جبن. الحمد لله الحمد لله. جبن. خلاص عرفنا انه انت. ياي ياي نروح مذاق البن. مسحكت تاكلي لذيذ. الله خلوني اكمل اشوف حظي. ان شاء الله ما يجي توم. انا التوم عندي ما بدي. انا يعني بحب التوم بالاكل بس هيك وحار. ان شاء الله ما يجي. لا 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 لا, لا. الحمد لله. اللهم الشطة ولا التوم. تعالي لا تعالي شوفي الشطة. تعالي يلا بسم الله بسم الله. لا كثير. لا بدي كانت تموت. ما الدنيا ابدا موت. رح موت. ورجي العالم اول شيء. ما بعرف اذا عم بين. رح اعمل زوم بالمونتاج. حبك صابني بشلل شلل شلل شلل. نفسي حر. انا الوحيده اللي جاي. وجهك صار احمر. سكي. دوري لسه خمس مكونات هسا. الله يورجيك كيف مين راح تيجي القرفة. الياغورت الياغورت. لا 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 لا. شو اجا شو اجا. ما راح احكي ولا شيء. هذه كلها لا ما بقدر يا جماعة. شوفوا قديش بالله عليكم. كل كولي نصفة. ايه صح ممكن تعديكي. كولي نصفة. عضي عضة عضي عضة وكولي. شو بده ينزعك؟ والله كان عندي احساس من اول. طيب كولي. طيب كولي. انت انا اللي حجيكي. كولي انا. كولي كولي يا انت. كولي نصلي نصلي. لا ما دخلني انا. نصلك نصلي عزيزي عليك. يلا. لا 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 هيك هيك قد هيك. ها يلا. كلي لازم تاكلي. شيلي ايدك لا 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 لازم تاكلي. هذا هو التحدي. كلي كلي. لا 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 كلي. لا كملي. بلعيه 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 بلعيه. تم باقي اربع مكونات لنكمل. ان شاء الله بسكوت. ان شاء الله بسكوت. يا جماعه ماي مشروب غازي. مشروب غازي. الله الله يوفقه لهذا المشروب لهذا. الله الله يوفقه. نستنى شوي عشان لا تطلع علينا. يا والله عيب يا جماعة. والله أنا مظلومة في هالتحدي. والله أنا فرحانة. خلص خلص دوري. عارفة حبيت استمتع بشع. قلت لكم عارفة حظي بشع كثير ما شاء الله. القرفة هدي هدي. يس يس يس. راحت القرفة.
معكم برطمان قرفة. هو راعي النص من هالفيديو. كلي كلي. شيلي ايدك، شيلي ايدك. والله ما راح اكل فيها كثير بكل بساطة، ما راح اكل فيها كثير لأنه بشعة. وانا واكله توم. لا 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 هذا عيب، هذا عيب، لا هذا ما تحدي. لسه في ياغورت وبسكوت، يعني في شغلات حلوين اثنين. كثير كثير شيء ما. يا جماعة بالله عليكم توم وقرفة وما ادري ايش. طيب طيب طيب. ها 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 يا جماعة شوفوا قديش. انا عصبت. خلاص. افتحي فمك، تخيلي انه عم تاكلي شيء حلو. كلي. طيب الشغله الثانيه راح نسويها نحن الاثنين، لانه اخر اما انا بقى ياغورت اما هي بسكوت. كلي كلي. بليز ياغورت بليز. عفك عفك انت يا صافي. انا بسكوت وانت ياغورت. ياغورت احلى شيء بالدنيا. طيب خلاص. There is no problem. ايه خلاص خلص. ياغورت جميل. انا احبك ولا بس. طولي بالك. لذيذ. بس لسه عم اتنضف التوم. سو حبايبي هذا كان فيديو اليوم، اتمنى يكون نال اعجابكم. وانا كنت الخاسره في التحدي واكلت اكل اكثر شيء العقبات البشعه جدا والمذاق الذي الحمد لله مقرف. انا اجوني شغلات حلوه بس خردل وشطه بس اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي. كمان لا تنسوا تتابعوني في الانستغرام، هذا انستغرامي والرابط كمان باول تعليق. وبس حبايبي هذا كان فيديو اليوم، خليت لكم الراحه.